بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل هذا الأخ ويقول: بحثت كثيرا حتى أسأل عن هذا الأمر. قال: ما السر في كون الإنسان إذا تناول الطعام وشبع يحمد الله بعد تمام الطعام؟ وهذا معروف، يحمد الله تعالى على الطعام، لكن حينما يتجشأ يتقرع يخسر يقول استغفر الله. علاش ما يقولش الحمد لله؟ يأكل الطعام فيشبع فيحمد الله على الأكلة، لكن حينما يتجشأ كان عليه استغفر الله. لماذا لا يحمد الله تعالى أيضا حينما يتجشأ؟ دليل على أنه شبع. علاش؟ بالنسبة للأكلة بتاع الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يحب من عبدي إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، ويحب إذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ها؟ هذه مسألة معروفة إن شاء الله تبارك وتعالى. من أكل طعاما فحمد الله مرة أدى الشكر، ومن حمد الثانية ضاعف الله الأجر، ومن حمد الله الثالثة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، انظر إلى فضل هذا الدين. سبحانك ربي سبحانك. إذا تناول الإنسان الغذاء فقال: الحمد لله الذي أطعمنيه من غير حول مني ولا قوة، كان له أجر عظيم. والذي يشرب الماء ثلاثا: بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله الذي سقاني عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبي، يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه مسألة عظيمة. لكن حينما يتجشأ يتقرع عليه أن يستغفر الله. علاش؟ لأن التجشؤ دليل على الإسراف في الأكل، وهو منهي عنه في الشرع. يقول تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فبحسب امرئ لقيمان. لقيمان يقمن صومه، وإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والبطنة تذهب الفطنة، والمعدة بيت الداء، والحمية أصل كل دواء. ولذلك حينما يتجشأ الإنسان دليل على أنه أسرف في الأكل إلى درجة أنه صار يتجشأ. جاء رجل أبو جحفة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ يتجشأ، فقال له عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاعك، كف عنا جشاعك. أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فما شبع بعد ذلك هذا الصحابي حتى مات. ما شبع هذا الصحابي بعد أن قال النبي له: كف عنا جشاءك. أطول الناس شبعا في الدنيا هم أطول الناس جوعا يوم القيامة. ما شبع بعد ذلك اليوم حتى لقي الله. لا إله إلا الله. هكذا كان الصحابة يمتثلون أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالتجشؤ هو دليل على الإسراف في الأكل، ولذلك يستغفر الإنسان يقول: يا رب اغفر لي، لقد أسرفت، لقد اعتديت، لقد بالغت، فأنا أستغفر الله. هذه خصهم الناس يعرفوها. اللي يتقرع يخص يقول استغفر الله، ماشي يتقرع يقول الحمد لله، لا، خصو يستغفر ربه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد.